ثورة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ونهضته الربانية المباركة في الحقيقة كما ذكرتم فيها حماس وفيها حكم. الحماس يدفعك بالحركة، الحكمة أن تنظر إلى الطريق وأن لا تجد عن الطريق وأن تلتزم الجادة بحسب تعبير الإمام علي سلام الله عليه، اليمين واليسار مظلة والطريق الوسطى هي الجادة. ألزموا جادتكم، ألزموا الصراط المستقيم. لازم احنا نحول الحماس إلى حكمة، أو على أقل التقادير مو نحول، يبقى الحماس على ما هو عليه لكنه نلتزم بالحكمة. من وين نبدأ؟ من أصغر الأشياء. نلتزم بالحكمة في أنه ما يكون عندنا إسراف، نلتزم بالحكمة في إدارة الحسينية، نلتزم بالحكمة في التعامل مع آخرين، نلتزم بهذه الحكمة في أصغر الأشياء إلى أن ننتهي إلى أكبرها.